شو ما لقيت هلا؟ اقسم بالله لهد الدنيا كلها فوق راسكن. خلي ابو هادي يحكي معي. دكتور ابو شكري. مرحبا. يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا. انا اليوم اجاني ولد. ان شاء الله الف مبروك يا رب. هذا الحلم اجى عندكم هون بالمستشفى. لذلك بدي كل الاطباء والممرضين والاداريين كل عناصر القسم تجمع لي اياهم بعد اذنك. سيادة المقدم هون ما عندنا عناصر، هون عندنا اطباء وموظفين. ايه مضبوط معك حق، يعني ما تواخذني، نحن هيك بنحكي. ولا يهمك، تكوا بيكونوا عندك. بعد اذنك جمع لي اياهم لانه بدي اتشكرهم على طريقتي. شوي بيكونوا عندك. افتح لي الشنطة يا ابني. ليك ابو هادي اسمع، اشرو كيفك؟ أي كل شيء تمام، أنا صرت بالبيت. عن جد شكراً، ما بعرف كيف بدي أرد لك إياها. لا لا أكيد، يعني كلها هي يومين بالكتير بس لبين ما أدبر مكان ثاني. برجع بقول لك شكراً. طيب حبيبتي ماشي. باي الله. من انتو؟ كيفك يا حلوة؟ هو بعدكن ما؟ شوفوا شغلكن انت وياه. اوعى حدا يقرب، روحوا قولوا للي بعدكن انه حتى لو بعت لي جيش بحاله ما حخلي حدا يقرب على اخي منير. ليش مين بعتنا يا طيبة؟ رؤوف. الظاهر مزعلك مزبوط. هذا مو شغلك، اوعى حدا يقرب احسن ما لم عليكن العالم. ها؟ لا ما بتعمليها، فوتوا جيبوه. تعالوا هون يا عالم! يا عالم! اسمعني! اسمعني منيح! افترضي هلا حدا دبك فيه النخوة العربية وجاني يساعدك! بتعرفي شو بيكون حسابه؟ رصاصة براسه! بقى هدي! بدي أخي منير! هذا بدل ما تفرحي إنه جايين ناخذ لك بدارك من أبوك اللي زعلك رؤوف خانو. مين أنت؟ حلو الكلام. ليكي ماما، هلا بتاخدي موبايلي وبتدقي له للبابا وبتقولي له انه في عندك جماعه عازمينه على شاورما على كيف كيف. يلا شو بدكم من قبل؟ لا تخافي كل خير ان شاء الله. يلا دقي. ما رح اتصل لحتى يعطوني اخي منير. عم اقول لك اتصلي من الاول. ما رح اتصل لحتى يصير اخي منير بحظي. تعرفي شو على كيفك يا بنت الكلب؟ بدك تتصلي مثل ما عم قلك، يعني بدك تتصلي عشان ما اذبحك انت واخوكي وريها. اتصلي لشو؟ يلا الو. ايه بابا، انا حنين. حنين وين ومنير؟ اتهمت عصابه البيت اللي نحن قاعدين فيه وبدهم ياخذوا اخي منير مني. مين هن؟ انت وين؟ انت وين؟ حنين قولي لي انت وين؟ انا ببيت شفت الاسم. هاتي لشوف. حتى لو قالت لك وين هي يا مقدم ما رح تلحق تعمل شيء. مين معي؟ معقوله؟ هيك بزعل منك ها؟ شو نسيت صوتي؟ شوف انا جاهز لاي شيء بدكم اياه بدون اي مناقشه. حلو الكلام. لكن الليلة يا مقدم عزمك على أكلة شاورما على كيف كيفك. مين عم يحكي مين؟ اسمعوا، لا ابنك الصغير اللي الله لا يخليني إذا بخلي لك إياه صار معي، وفوقه كمان
حبة مسك اللي هي بنتك الجدعة، يعني عرضك. وهلأ آسف أنا تأخرت، رح أتركك تتخيل شو ممكن يصير. يلا يا شباب استعنا عشقة بالله، خدوه على السيارة. وين بدهم ياخدوني؟ من وين لوين يعني؟ طيب. بعد هيك طيب. بعد انتم يا بعد هنعملك عطيني لك عطيني وليه من أول طيب. فوت فوت ابو هادي فوت، ابني خطفوه وبدي اياه قبل ما يطلع الصبح. سيدي على راسي بس روق. شو روق؟ لا تقلي روق، عم بقول لك ابني خطفوه. يا سيدي ببوس ايديك ورجليك، اهدى شوي لنعرف شو بدنا نشتغل. لك خلصي خلصي يا سيدي، ارجوك تهدى شوي حتى نعرف نتصرف. لك شو اهدى؟ سيدي انا عرفت من اي بيت عم تحكي حنين، وبعد قوي لهميك هلا بيجيبوها وبيجيبوه. لك انت شو عم تحكي؟ عم بقول لك انا حكيت معي حنين على التليفون، قالت لي في جماعه خطفونا، واحد اخذ منا السماعه عم يهددني بالقتل. الو وين صرتوا؟ لا 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 بتقربوا، خلوكن عندكم. ايوه صار في اشياء جديده، هلا انا برد بتصل فيك. خلص انتظر مني اتصال. سيدي ممكن تحكي لي شو صاير بالضبط؟ فايتين جماعة خطفوا حنين والولد. شو بدهم؟ شو بعرفني؟ بدهم ياني؟ إيه لا يروحوا يبلطوا البحر، بس أنت لا سيدي. ولك شو يبلطوا ما يبلطوا؟ لك أنت روحت يا سيدي؟ ولك أنا روحي أنا روح بس منير لا. سيدي أنت مالك ملك حالك، أنت ملك البلد كلها. لك خلصني هلا بلا بلد بلا بطيخ، بدي ابني بدي ابني، أنا مستعد لك كل شي بدهم إياه يا أبو هادي، بس المهم الولد. سيدي انت ليش عم تضعف هيك؟ لاني ضعيف، انا ضعيف انا ضعيف، انا بدي ابني. سيدي خليني اتصرف. لا اوعك اوعك تتصرف اي شيء من غير ما تستشيروني. ها كل خطوه لازم ندرسها 50,000 مره، هدول ما بيلعب معهم. سيدي ما كان نتصرف بلحظه. ايه بس هلا في منير، قبل ما كان في ولد، هلا في ولد. هلا يا سيدي معناتها هيك ما رح نعرف نتصرف. وشو يعني؟ يا سيدي الموضوع صار بيخصك كتير، وهيك راح تلبكنا زيادة ما رح نعرف نتصرف. أنا ما عندي مانع يقتلوني، أنا يقتلوني ما عندي مانع، بس ابني. سيدي معناتها بدك تسامحني على الشيء اللي بدي أعمله. شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل ولك؟ وادي ولك مجنون؟ بس أنت رح شعور يا ابني. اسمعني كنت شو؟ انت لازم تغيب عن العين لبين ما نحن نعرف نتصرف وننهي القصة، وإلا بدك تلبك كتير. ولك شيل ايدك ولك حمار ولك ولك حمار يا وادي ولك يا كلب شيل ايدك ولك سيدي. وحنين كمان ولك ما بتهمني، انا بدي منير. بس حنين كمان بنتك ولك حنين.
علينا اذا ما كانت ما بتفرق معي. انا بدي منير، هي السبب. قلت لها لا تطلعي منير برا البيت، كسرت كلمتي وطلعت. يا سيدي اتركنا نتصرف. لك ما رح تعرفوا يا ابني، ما رح تعرفوا. سيدي انت اللي ما رح تعرف تتصرف. ارجوك نحن نازلين لتحت لحتى نشوف شو بدنا نشتغل. يلا ادعي لنا. لا 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 تروحوا، لا تروحوا لا تروحوا، خليك هون افتح الباب. ولك افتح الباب افتح. ناصر ناصر بقى. اعطيني يا اخي، يا اما ما بتعرف شو بده يصير. ها ابوك محفظك هالكلام يا بعدي؟ لا ابضاي ما شاء الله. بس المشكله يا ماما انت ما بتعرفي مع مين علقانه. مشان الله، الله يخلي لك ولادك، مشان الانبياء، مشان مين ما بدك. انا واخي منير ما قلنا ذنب. ذنبكم انه الدم اللي عم يمشي بعروقكم هو نفس دم عدوي اللي هو ابوك رؤوف. وبالتارات يا ماما ما في مين له ذنب ومين ما له ذنب، المهم الدم، الدم وبس. منير لساته صغير وما شاف شيء من هالدنيا، وانا والله العظيم اني مالي رضيانه عن اي شيء عم يعمله ابي، لهيك انا كنت تاركه البيت وهربانه منه. اي لكان بس يجي ابوك ويركع عند صباطي ويصير مثل الجرو، وقتها بفكر اتركك انت واخوك او لا. انت عندك تار ما؟ ما حدا بقرر ياخذ بتاره الا اللي ضايق الوجع، يعني انت حاسس منيح بالالم والظلم. مشان الله، الله يخليك عفيني منه انا وهو الصغير. وعم تحكوا عن الظلم كمان. بتعرفي لك لسانيه كنت رح صدق، بس طالما انت بنته لرؤوف اكيد مثله، واكيد اللي بيطعمي الناس من زاد القهر ما بيكون حاسس فيه. بس انت هيك ما بتفرق عنه بشي، كيف فيك تعرف شو يعني قهر وانت عم تعمله؟ ولك كيف؟ كل هالحكي يا ماما ما بفيدك بقشرة بصلة. لو كان في بقلبي ذرة رحمة أبوكي شاله مني. أنا بدي أبوكي، بدي أبوكي، لو بدي جيبه من تحت سابع عرض. كلاب، ولك روحوا خذوا طاراتكم بعيد عن الصغار، ولك تطلعوا منا، طلعوا منا شو بدكم فيها.